اوكي جميع راح كلنا نقعد بالارض. كمان مرة منرحب فيكم بدورات تدريب العسكري للقوات اللبنانية. كمان مرة منرجع منشكركم لتكونوا لبيتوا نداءنا وطلبنا. ما بقى رح نرجع نقول إذا التدريب كان إجباري أو إذا التدريب كان اختياري. متفقين كلنا إنه لبنان بحاجة لهالتدريب اختياري أو إجباري. رح نتدرب كلنا سوا لنحافظ على هالبلد. وجودكم بهالمكان هيدا إلو مدلول كبير لإلنا، إلو مدلول كبير للمستقبل. ما رح ارجع على المحاضرات يلي انعطتكم بالماضي، بعجلتون او بمراكز التدريب تبعكم بالمدارس. بعتقد معظمكم تابعتوا هالحلقات ومعظمكم فهمتوا على الضبط المطلوب والمقصود ويلي بدنا اياه من هالتدريب. إذا بتسمحوا اليوم رح نروح أبعد شوي بالشي يلي احكيناكم ياه بالماضي. إذا بتسمحوا خلونا نتفاهم كشباب، خلونا نتفاهم كلبنانيين، خلونا نتفاهم كمسؤولين عن كل الأوضاع يلي البلد عم بيمرق فيها. السنة الماضية كنتوا بمرحلة من حياتكم، السنة عم تعملوا مرحلة جديدة، السنة الجاي كمان رح تعملوا مرحلة متقدمة أكتر. السنة الجاي رح تعطونا 15 شهر من وقتكم. السنة بحزيران 82 رفقاتكم يلي هلأ بالصفوف الختامية بالماتيماتيك إليمنتير بالسيانس إكسبيريمنتال وبالفلسفة رح نطلب منهم يقعدوا 15 شهر معنا بخدمة لبنانية ضمن سكنات. تتذكروا كنا قلنا لكم بالشتوية الماضية انه في مدرعات بدها مين يسوقها، في بحرية بدها مين ينظمها بدها مين يستعملها، في اسلحة متعددة بحاجة لطاقاتنا لامكانياتنا ولعقلنا، في سلاح طيران عم بينشأ وعم بيتحضر. بدنا من هلأ نكون حاضرين ومهيئين لنحنا كأقلية بهالشرق، كنحنا شعب مميز بهالشرق مهدد بكيانه بوجوده بأمنه وبحريته، لتتمكن هالأقلية ما تكون أقلية توسعية إنما أقلية تقدر تمنع أيا كان من الصحراء يلي حوالينا إنه تتطول علينا بعد مرة. منا قادرين نتكل على جيش استعراضات، منا قادرين نتكل على جيش
قمصان بيض وكرافتات زرقاء وتقومي عم بتلمع ونجوم عم تبرق وصبابيط ممسوحة وعربيات وأردنوس واستعراضات ومعيشات وبوزات ووقت الحشرة انهيار منا قادرين نتكل الا على نفسنا لندافع عن نفسنا ولنكون قوية بهالشرق. عم تتدربوا اليوم لهالاهداف رفقاتكم يلي بالصفوف النهائية بحزيران 82 رح ينطلبوا على الخدمة وبيخدموا لأيلول 83 بمختلف السكنات وبمختلف الوحدات وبمختلف الأسلحة الموجودة اليوم. بدوركم بدكم تكونوا كمان مهيئين وبدكم تكونوا مستعدين للسنة الجاي لما يجي دوركم تكونوا تهيأتوا تكونوا استعديتوا لانتو كمان تكونوا هالسياج الحقيقي للوطن، لانتو كمان تكونوا مهيئين الى اقصى درجات التهيئة لتكونوا الجنود يلي ممكن يتكل عليهم، لتكونوا انتو هالقوة يلي بتمنع بقى السحرة تتطاول علينا. يا شباب ما بقى لنا حق نبقي عيالنا نبقي ولادنا نبقي مجتمعنا نبقي قرانا وضيعنا نبقي ممتلكاتنا نبقي امننا وحريتنا نبقي سيادتنا واستقلالنا معربين كل ما انبز عبد الناصر جديد او كل ما اجلكم فرخ خميني جديد او اجت شي قضية فلسطينية جديدة امهاتنا ولادنا بياتنا مجتمعنا ارجائنا سيادتنا واستقلالنا بدهم يكونوا معرضين. بدنا نحط براسنا بعد هالتدريب يلي عم ينعمل اليوم بعد الشيء يلي بلش السنة الماضية ويلي بتأمل بمساعدتكم بمساعدة أساتذتكم بمساعدة إدارة مدارسكم بمساعدة أهلكم وبمساعدة كل مجتمعنا بتأمل نوصل لوضع ونصبح عم نشكل قوة رادعة لبنانية كافية ليبطل اي عبد الناصر جديد واي خمين جديد واي قضية فلسطينية جديدة نمنعهم بقى يفكروا يتطاولوا علينا او ايا كان منهم يجرب يمد ايده علينا. وبدنا نوصل لوضع الايد اللي عم تمتد علينا بدنا نكسرها ونكسر راس اللي عم بمد ايده علينا.